أهلا بكم من جديد، وبالعودة أيضا واستكمالا لموضوع عبار قطارة الإمام علي في كربلاء. ينضم معنا عبر الهاتف من كربلاء المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنة. أهلا بك السيد المحنة معنا في هذه النشرة. إذن إلى أين وصلت الجهود بشأن إنقاذ العالقين، وكم عددهم حتى الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منذ يوم أمس ولحد الآن فرق الدفاع المدني مستمر بعمليات الإنقاذ. يوم أمس كانت العمليات ولمدة 14 ساعة متواصلة تسير من خلال العمل اليدوي بسبب وجود بعض الأشخاص الأحياء ويخشى على حياتهم، لذلك كان العمل يتسم بالدقة، وهنالك حفر دقيق وهنالك ضخ للأكسجين وإعطاء المواد والسوائل إلى بعض الناجين. فعلا تمكنت الفرق من إنقاذ 3 أشخاص. بعدها استمر العمل من خلال الآليات التي ترفع الإنقاذ. بعض الآليات تقوم بتكسير الصخور الكبيرة، والبعض الآخر تقوم برفع الإنقاذ من خلال محور واحد، وهو يشكل صعوبة بالنسبة لعمل الإنقاذ بالنسبة للدفاع المدني. الإشراف من قبل فريق تقني متخصص في الدفاع المدني لعمليات الإنقاذ، وبالتعاون مع عدة فرق للمحافظات القريبة من الدفاع المدني، وكذلك هنالك تعاون مع عدة جهات أمنية داخل محافظة كربلاء. من كم عدد سيد المحنة المتبقين حتى الآن تحت الركام؟ يعني يتوقع من وجود 4 أشخاص لحد الآن. في الساعات القليلة الماضية تم انتشال جثتين لامرأتين، ويعتقد أن تكون هنالك 4 أشخاص ما زالوا عالقين تحت الإنقاذ. طيب، متى يمكن توقع انتهاء عمليات الإنقاذ هذه سيد المحنة؟ يعني هي العمليات متواصلة لحد الآن، ويتوقع في الساعات القادمة يكون هنالك انتشال لبقية الأشخاص العالقين تحت الإنقاذ. طيب سيد المحنة، يعني الوقف الشيعي ينفي صلته بهذا المزار، هناك مزارات كثيرة ظهرت لأسماء غريبة، يعني سماها البعض أيضا بورصة المراقد، يعني النصب على البسطاء والتكسب من هؤلاء الناس خاصة في الأحياء الفقيرة. هل تتابع وزارة الداخلية عائلية تلك المزارات ومدى صحتها؟ يعني وزارة الداخلية عادة لا تتدخل في المسائل الشعبية اللي تخص المواطنين، يعني مواطنين وعندهم فد مزار معين يستخدموه، لكن للأسف هذا المزار يكون موقعه في داخل منطقة صخرية من 3 جهات، وهو بالحقيقة يعني حسب ما ذكر السيد مدير عام الدفاع المدني أنه مكان واهن، بسبب أن سقوط أي صخرة من هذه المرتفعات يسبب كارثة كما حدث بالفعل. لذلك وزارة الداخلية لا تتدخل إلا في حالة حصول الكارثة، وفعلا كان دور وزارة الداخلية من السيد وزير الداخلية الذي يشرف بشكل مباشر منذ يوم أمس ولحد الآن، ويتوقع أن يصل إلى محل الحادث، لكل التشكيلات التي أبدت التعاون والإسناد في عملية الإنقاذ. من كربلاء المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنة كنت معنا مهاتفة، شكرا جزيلا لك.